وصل خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى ماليزيا في زيارة رسمية، وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي دولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وعدد من المسؤولين الماليزيين. كما كان في استقبال الملك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد الرشيد وأعضاء السفارة السعودية في كوالالمبور. إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي.